المقولة صحيحة 100%، بس الفكرة معلم أستاذي الحبيب إنه بهذا الوقت بسبب قلة الوعي، ما يعني هذا الجيل اللي طالع والجيل السابق قلة وعي كتير كبيرة أدى إنه يفسد للود قضية، عرفت علي يا أستاذ؟ فوجهة نظر صحيحة جدا جدا جدا. أنت عندك رأي، أنا عندي رأي، صديقي عنده رأي، بوجهة نظر زاوية معينة، لازم نحن ناخد كل الزوايا لحتى نطلع بنتيجة واحدة دل على مفهوم واعي جدا وشامل لجيل مستقبل زاهر واعد. بس للأسف بسبب قلة الوعي، الحروب، الأزمات، الثقافة خفت قلت، ماكو هلأ أبد ثقافة، لهيك يفسد للود قضية. تعدد الآراء يعني شيء موجود، موجود بأي مكان، كل القضايا بكل الأماكن موجود اختلاف الآراء. يعني الله خلقنا مختلفين، لو يعني لو أراد الله كان خلقنا كلنا متشابهين، كذلك الآراء تختلف. يعني كل إنسان إلى رأي بقضية معينة، كل شيء نقدر نقول عنه نسبي مو شيء مطلق. يعني القضية الإيمانية مثل الله والأنبياء، هاي أشياء مطلقة ما نقدر يعني نتناقش بها، ما بيها اختلاف آراء. لكن الأشياء النسبية الحياتية ممكن نختلف بها، بس ما يعني الود يبقى، لازم الود يبقى. حسب رأيي يجب على الشخص تقبل الرأي المقابل مهما كان رأيه، مهما كان اتجاهه، مهما كان تفكيره. وبنفس الوقت يجب على الإنسان المحاولة بكل الأشكال توصيل الفكرة الصحيحة للشخص المقابل، ومع ذلك كما أسلفت تقبل رأي الآخر، تقبله بالبداية ولكن تدريجيا توصيل فكرتك الصحيحة له. أكيد ما يفسد، إن شاء الله يكونوا واعين، فكل واحد عنده وجهة نظر، وعلى الشخص الآخر احترام وجهة النظر المقابل. فوجهة النظر إذا ما تكون عدوانية أو هجومية راح تنحل بالنقاش والتوصل إلى فكرة معينة وفكرة سليمة. حتى في العائلة الواحدة راح تشوف أكو اختلاف وجهة نظر في العائلة كلها، لكن بالآخر اختيار الرأي الصحيح والمناسب فهو اللي راح يمشي، ومثل ما قلت لك تكون بتوعية كاملة.